هنا من باب مستشفى المحلي بمدينه مريض. هنا كيظهر لنا كما نشرنا لكم في الفيديو السابق ان احد المواطنين اللي كان طلع في واحد البوطو لحد الساعه نجهل الاسباب، ولكن الغريب في الامر ان هذا السيد هذا انه داز اكثر من 4 سوايع هو لاصق البوطو، والسلطات المحليه كانت في حاله تاهب، رجال الوقايه المدنيه كانوا في حاله تاهب، قوات المساعده في حاله تاهب، ولكن كلهم يظهر عليهم بان العين بصيره واليد قصيره. اللوجيستيك ما كاينش بالمره. حميد العقاوي، مستشفى المحلي لمدينه مريرس.